طيب دكتور علاء، أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر وتلك الأخبار، رأينا أيضا إشارات واضحة من قبل مواقع الأخبار إلى تصدير أكثر من 500 طن من الصنوبر، وحضرتك تحدثت بشكل مستفيض عن أنواع الفواكه والخضروات التي يتم تصديرها من أفغانستان لدول العالم المختلفة، لكن من الواضح بأن هناك تعاون اقتصادي صيني مثمر لكلا الطرفين، تمثل أيضا في هذا الخبر تصدير أكثر من 500 طن من الصنوبر للصين، كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا الصين هي أكبر مستورد للمواد الغذائية والزراعية في العالم، رغم أنها أكبر منتج أيضا، يعني هي أكبر منتج في العالم وأكبر مستورد في نفس الوقت، لأنه طبعا ما شاء الله مليار وثلاثة من عشرة أو أربعة من عشرة نسمة، فيعني كمان يعني النظام الغذائي الصيني معتمد إلى حد كبير على مكون الخضروات، يعني الخضروات بتمثل بشكل عام يعني جانب ليس بالقليل في النظام الغذائي الصيني. أنا لست ضد تجارة بين أفغانستان، ده شيء طبيعي إنها تتاجر مع الجيران، التجارة مع الصين ومع الاتحاد مع روسيا ومع طبعا باكستان وغيرها هذا أمر طبيعي، ولكن أنا أخشى من أن تتطور التجارة الأفغانية الصينية إلى نقل تكنولوجي من الصين إلى أفغانستان، واحتياج أفغانستان إلى يعني تكنولوجيا عسكرية ودعم يعني لتدريب ربما الجيش الأفغاني أو تنمية الصناعة وتنمية قطاع الطاقة وكذا في أفغانستان، ويبقى كده بنحط رجل الصين جوه أفغانستان. ويعني أنا أتحدث الحقيقة، أحدث أيضا للمرة العاشرة، الولايات المتحدة لا تتركوا المجال للصين والاتحاد الروسي أن يدخل مكانكم في أفغانستان، أنتم أخرجتم العسكر، أدخلوا رجال الأعمال والمستثمرين والعلماء ليطوروا الاقتصاد الأفغاني، لابد لكم من الاعتذار للشعب الأفغاني وتقديم باقات من التكنولوجيا وباقات من الاستثمارات وباقات من التنمية للمجتمع الأفغاني، هذا سيؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الأمريكي قولا واحدا. نعم.